فين عبد الناصر الكسر؟ عبد الناصر هو مع النور يا معلم. وايدك فاهم عن خمس صور، اول مره اشوف بندق يتكسر. دي منو كسر يا معلم؟ اه رايس لعدك تنظفها الاول ونحميها. نظف الكسر ده عشان نشوف كويس. طب اه كام انت تاخد فين وتدوس الفيس بلاش احنا ده ولا ايه؟ ده الومنيوم. اوعى ايدك كده، اوعى ايوه يا معالي كده. الله ينور عليك. انت عاوز سؤال هدف اللي انا جبتها هي ما تجيش من جوه. اهي هي جايه من عندي. هي ما تجيش من جوه. ايوه احنا هي نصيبها الحصان. لا 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 صوروها. انا لا بصور دماغك. هتكسر دماغي. بصور دماغك. هو ده السبب، هو ده اللي انكشف. محمد هيطلع في مرسوع جيمس. مرسوع جيمس. لا هيطلع في مرسوع جيمس. ده جديد يا عم. انا نفسي ما حدش حكى لي ان حد حكى لي. ما انت بتبص الخانه بتاعتها عشان لما نقول لواحد البندق كسر تقول لك